فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك ذم قول غيرها أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك، لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاسة، وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم. ثم ذكر سببا آخر غير فساد النية وهو الجهل. نعم، هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم الذين خالفوا الحق، الذين خالفوا الحق ورفضوه اختلفوا. نعم، لأنهم لما تركوا الحق تاهوا في الباطل، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الاختلاف المذموم أهله كلهم لا طرف دون طرف له أسباب، أولها وأخطرها اتباع الهوى واتباع رغبات النفس، فهذا هو أخطر أنواع الاختلاف الذي يكون الدافع إليه الهوى، اتباع الهوى، والدافع إليه طلب الرئاسة وطلب الاستعلاء على الناس والكبرياء على الناس، هذا هو أخطر أنواع الاختلاف. وهؤلاء هم الذين يريدون علوا في الأرض وفسادا، نسأل الله العافية. نعم. قال: وهذا ظلم. وهذا ظلم لأنه ظلم لأنه مخالفة للحق وضلال، وظلم لأنه يحمل على التظالم بين المختلفين، وكل طائفة تبغي وتطغى على الأخرى وتريد أن تستبد بالأمر من دونها. نعم، فهذا يحمل على البغي والعدوان.